مش دكتور محمد بس معلش عرف نفسك. محمد عبده إمام، عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، ورئيس مركز الإسكندرية للدراسات الإنسانية، وعضو المكتب السياسي في حزب الفضيلة. طيب سؤال حضرتك، معلش أنا عارف حضرتك مستعجل وعايز تروح إسكندرية دلوقتي. بالنسبة للمبادئ فوق الدستورية ومجيء الدكتور يحيى السلمي، هل مجيء الدكتور يحيى السلمي علي السلمي هل بيأدي الدور نفس الدور بتاع الدكتور يحيى الجمل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. يعني في الحقيقة الواضح كده إن الدور الذي يؤديه الدكتور علي السلمي أو يتقمصه في الحقيقة، أو هو يريد أن يتقمص الدور الذي كان يمارسه الدكتور يحيى الجمل، ولكن أنا لا أظن أن الدكتور علي يصدر من تلقاء نفسه، وإنما من خلال خطة قد تكون موجودة من أيام الدكتور الجمل، ولكن الدكتور جمل كان بيخرج بعبارات انفعالية، وكان بيتكلم أحيانا بتلقائية، لكن واضح أن الدكتور علي السلمي يقوم بتنفيذ الخطة بنوع من الهدوء، ويتخير الأوقات المناسبة من أجل الإعلان عن يعني بنود هذه الخطة، كما قام بالإعلان عن المبادئ الحاكمة للدستور في الأيام الماضية. طب الخطوات اللي حضرتك مثلا كحزب أو كحركة إسلامية ماذا ستفعلون؟ المبادئ الحاكمة للدستور لا توجد في الحقيقة في أي دولة تنادي بالديمقراطية، لأن الديمقراطية معناها باختصار شديد أن الشعب مصدر السلطات، وأن الشعب هو الذي يحكم من خلال اختيار ممثليه ومن خلال التعبير عن إرادته الحرة التي يعبر عنها في صناديق الانتخابات. فنحن نقول مبادئ الحاكمة للدستور هذه لا توجد في أي دولة في العالم الآن ما يسمى بالمبادئ الحاكمة للدستور، ولكن هي ضمانات للدولة المدنية كما يقولون، وضمانات الدولة المدنية تتلخص في تدخل الجيش وكون المؤسسة العسكرية فوق الدستور وفوق إرادة الشعب، وأن هناك محكمة، المحكمة العليا مثلا، المحكمة الدستورية العليا، يمكن أن تشرع هذه المسألة وأن تلغي أي مثلا قانون أو أي توجه من الشعب نحو إلغاء المبادئ الحاكمة للدستور أو تقليص دورها يعني. فللأسف الشديد هذا لا يعني عودة وردة سياسية، وعودة بنا إلى يعني سنة 24 لما قام أتاتورك بالحروب ضد الدول الأوروبية، ثم بعد ذلك قام بإلغاء الخلافة الإسلامية، ثم بعد ذلك جعل الجيش والمحكمة العليا ضمانة للدولة الدولة المدنية أو الدولة العلمانية. طب لو تم فرض من المجلس العسكري أو من الحكومة هذه المبادئ، هذه مبادئ أي مبدأ دستوري أو سياسي كبير لابد أن يعرض على الشعب، ولابد أن يلقى قبولا من الإرادة الشعبية. أما أن تأتي جهة أيا كانت تمارس وصاية على الشعب فإن هذا في الحقيقة أمر غير مقبول، ولكن على الشعب أن يتوجه توجه سلمي نحو إلغاء هذه الوصاية أو يعني إلغاء هذه المبادئ التي يمكن أن تؤدي إلى نوع من الجمود في الحياة السياسية المصرية كلها. الفريق سامع على أعلاني أعلن اليوم أن مدنية الدولة خط أحمر، ماذا تفسر هذا؟ لعله يقصد المدنية التي هي ضد العسكرية، لعلهم يتكلمون عن تسليم السلطة لحكومة مدنية، لعل هذا هو المقصود. وإلا فالمدنية تعني أشياء كثيرة جدا، تعني الأخذ بأساليب التقدم والحضارة، تعني مجتمع مدني بخلاف المجتمع العسكري، وتعني عند بعض الناس مجتمع ليبرالي، مجتمع علماني يفصل الدين عن الدولة ويجعل الدين يعني في دور العبادة وعلاقة خاصة بين الإنسان وبين خالقه. ولكن
ينبغي علينا أن نحقق المصطلحات هذه، وأن نحاول أن نبتعد عن المصطلحات التي تثير مشاكل وتثير مخاوف من هنا ومن هناك، مثل مصطلح الدولة المدنية. ولأننا في الحقيقة مجتمع مسلم وشعب مسلم، فلا نرضى أبدا بأي حال من الأحوال بأن يكون هناك وصاية أو هناك مصطلحات مستوردة من هنا أو من هناك تفرض على الشعب المصري ثم بعد ذلك تأخذه إلى طريق لا يعرفه ولا يجيد السباحة فيه، تأخذه إلى طريق في الحقيقة يبعده بعدا كبيرا عن هويته وعن عقيدته وعن عاداته وتقاليده المعروفة. يوجد بعض الأسئلة كثيرا، ولكن أنا عارف حضرتك مسافر اسكندرية، إن شاء الله جزاكم الله خيرا، ربنا يحفظك، شكرا جزيلا، السلام عليكم.